شفتي يا منى؟ عملت حالها حب الولد وجابت له تخت جديد، بس هي ما جابت غير البلاوي. شو لسه بدها تسرق مني غير هيك؟ خلص حبيبتي لا تحكي هذا الحكي، أكيد ربنا ما رح يتركك لحالك بهالمحنة. أنا متأكدة إنه الله رح يعوضك عن كل هذا الوجع، صدقيني. بس لا تبكي. أنت بهذا الشيء من دون ما تحسي عم تكوني عم تظلمي هالهيتال. هي بعتت كلفاتي على الغرفة لتتخلص من هذا التخت. هي ما كانت بتعرف إنك بدك تجي. أنا بترجاكي تسامحيها، بترجاكي. حاج تبكي، خلص تعي، خلينا نروح من هالمكان بقى. امشي. عاملة حالك مو عاملة شي، ما هيك؟ عن جد يلي استحوا ماتوا من زمان، بس ما نكون أزعجناكي. ها حاجتك حكي وخلي لك هالنصايح. يلا لمي بسرعة الألعاب وشيلي كل شي عن الأرض. أما هذا التخت ما رح يضل ولا ثانية بهالبيت، لأنه كل هالمصايب إجت من وراه. خلصي والحقيني. يا حرام هيتال، ما عم تقدر تتفاهم مع أي حدا هون ولا بيت حماها. مسكينة، هاد هو طلبك؟ وأخيراً؟ يا سلام، شكراً شكراً كثير إليك. يلا يا مدام، لازم تبلشي بشغلك اليوم بقى، هلأ الشغيلة اللي هون بيصيروا يلتهوا. تعالي ايه. تعالي لك، تعالي شوي. رؤي لازم كمل شغلي. لاحق على الشغل هلأ، بالأول لازم تحليلي مشكلتي. أنا حكيتي لي مع أمي مو هيك؟ لا أنتي لا تخافي، خلاص أنا رح أقول لأخوكي وهو بيقنع أمي. أها جبتيها، يلا اتصلي معه. شو هالشي شاغلكن أنتو التنتين؟ ولا شي، كل شي تمام. ليك ألو، خير إن شاء الله؟ لسه ما لحقت أطلع من البيت دغري بلشتي اتصالاتك؟ ليك الحقيقة أنا اتصلت فيك لأنه بصراحة سيجال بدها تحضر حفلة عيد ميلاد لوحدة رفيقتها، وهي قالت لي رح تكون بالبيت قبل الساعة 10. أي. أنا بدي منك تقنع على أمي بترجعك. بس أنتي بتعرفي أني ما رح توافق. ألو